تنظم جمعية شباب واب مهرجان بمشاركة نخبة من نجوم الواب المغربي بالمركب الثقافي محمد بونجاح بالتشيرة الجهادية. السلام عليكم. معكم احمد قرماش وميمه الزهري حيتياش ايما دوكس بلا الغبالو. انا صراحه اليوم فرحان بزاف باش نشارك في سيبر ويب اكاد ان شاء الله 28 اكتوبر. غادي نكون من المشاركين في مهرجان الويب باكادير النسخه الاولى اللي كتنظموا جمعيه شباب ويب. ان شاء الله غادي نكون حاضر بقوه في النهار الاول. في النهار الثاني غادي ندوزوا نهار واعر توب توب ديال توب، غيكون ميتاب زايا او ماكس. لا راه ماشي فابور، راه بفلوس الثمن رمزي، ماشي شي حاجه كثيره، 30 درهم ما مشى، ماشي شي حاجه بزاف بالنسبه للبريمير كلاس. وبالنسبه للدوزيام كلاس راه زعما داروا معكم مزيان الدراري، و 20 درهم ماشي شي حاجه ثانيه كثيره. غادي نبلبلوها كاملين وغادي نوريوهم شكون هما قريميسات. كونوا في الموعد ان شاء الله، وبغيتكم تجيو كاملين باش نحضروا لهذا الميطاب وتستاو بالبلوها كاملين. يلا ليتس جو، ان شاء الله نتلاقاو في الميطاب. جيو بزاف بزاف باش ندوزوا نهار واعر.